خير حال اليوم سيتم توقيع اتفاقية بين المحافظة والشركة العمانية لغاز الموساد لإنشاء حديقة عامة ستخدم ولايات المحافظة بحكم مكوناتها وبحكم موقعها على مدخل ولايات المحافظة. اليوم نحتفل بتوقيع اتفاقية مشروع الحديقة، وفي نفس اليوم مناقصة الحديقة نزلت في وسائل الإعلام الرسمية، وبالتالي هذا يؤكد مدى جدية تنفيذ هذا المشروع في الوقت الأمثل.